البنت المراهقة. في نظريات بتقول الأب هو النموذج الأول لفارس الأحلام، نظريات تانية بتقول إن الأب هو نموذج الخبرة العملية الأولى للبنت، اللي بتشوفه البنت في نهاية في الطفولة بتشوفه بتحاول تحققه بعد كده لما تكبر على أعتاب الشباب. ولو الأب غالبا يعني هو سبب كان في الآثار السلبية اللي بتتعرض لها البنت، ده نتيجة من اللي شافته في الصغر. الأم صحيح ممكن تعوض دور الأب. هنتكلم عن نموذج الأب وأثار غيابه، هل الأم بتعوضه ولا لأ في حياة المراهقات، ومحاور كتير هنتكلم فيها مع ضيفتنا الدكتورة هالة حماد استشاري الصحة النفسية. أهلا بك يا دكتور هالة. أهلا وحشتينا جدا. وانتوا وحشتوني جدا وبشكركم على الاستضافة. منورانا يا دكتور هالة. وعايزة أبدأ مع حضرتك عن نموذج الأب في مخيلة بنته من الطفولة ولغاية المراهقة. النموذج المثالي للأب هو الأمان، الحب، الحنان، التفاهم، رمانة الميزان في البيت، العقل، التعليم، التربية، المساندة النفسية. هو ده الأب. كل حاجة. قضية الأكل والشرب واللبس، الحقيقة وإحنا صغيرين بفتكر نفسي كنت بحسب الاكل بيجي كده الواحد يتحط على الترابيزه، ان اللبس ما كانتش في دماغي فكره حد بيشتغل بيجيب فلوس. وانا عندي 7 6 سنين 5 سنين مش هتخطر في بالي بالشكل ده طبعا. لكن دوره هيبقى ايه؟ مش انه بيصرف عليا، دوره كل الحاجات اللي فاتت. ايوه. ولو ما بناش الشخصيه بتاعت بنته من الصغر هيتعب هو لما توصل المراهقه. ايوه. الحقيقه الشيخ الشعراوي انا اتعلمت منه حاجه جميله قوي. بيقول انت لما بتصرف على اولادك انت بتربي ابدان وليست نفوس. صحيح. وفكر وخلق ودين. فانت ازاي متوقع ان الشخص ده يبقى متربي؟ انت ربيت جسمه ما ربيتوش هو. مهمتك ما وقفتش عند بس الاكل والشرب والكلام ده والتربيه. لا. الجسديه نفسها. التربيه الجسديه. لحضرتك ان احنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك وفي انتظار اسئله حضراتكم طبعا للدكتور هاله حماد. بصي حضرتك بتقولي كلام يدرس يعني جميل جدا عن السند والتربيه والاب ودوره، لكن في ابهات بتسبب خذلان لبناتها. صح. البنت بالذات. صح. مستنيه منه كتير قوي. بيعمل ايه؟ ايه الاخطاء اللي بيقع فيها الاب؟ انه ما بيسمعهاش، انه ما بيظهر لهاش حبه. بيتخيل انا دخلتك مدرسه انترناشونال هو ده الحب طبعا، ولكن عمره ما كان الحب كده. الحب هو في وجوده. وبقول الوقت اللي بيضيع منك، بنتك مش هتقعد 5 سنين و6 سنين و10 سنين، بنتك هتكبر وهتستغنى عنك وهتعرف تصرف على نفسها برضه. فهل انت دورك في حياتها هيبقى الممول؟ فلما انت تكبر هيبقى دورها الممول؟ يعني لازم يسأل نفسه ايه الحب اللي اديته لها، ايه التفاهم، ايه العقل. وساعات بيخزلها ان يسيب ام عصبيه اوت اوف كنترول معاها. ايوه. تسيء اليها، ما ده برضه دور. ان لما تلاقي مراتك مضغوطه قوي وعصبيه مع الولاد قوي، انت بقى رمانه الميزان، انت العقل. قول للام بقى اقعدي كده وانت ملكه في بيتك ارتاحي، وانا هقعد مع البنت اتكلم معاها واتفاهم معاها. يا سلام، ساعتها هتحس بالامان، هتحس ان ليا سند، ليا ظهر. مش بس كده، ليه يا راجل أخاف على زعله. أيوة. وأخاف على كرامته واسمه.